دلوقتي المنتجات الجديدة يا جماعة، نزل مصاصة جديدة اسمها لولي بوب، دي صنع في الصين، بتتباع ب5 جنيه. في منها شكل البطيخ والليمون والبرتقال، تمام. القطعة ب5 جنيه. استنى هنفتح كده وندوق. ده كاتب لك في التفاصيل بتاعتها، اللي اقل من 4 سنين ما ياكلهاش، يعني الاطفال اللي اقل من 4 سنين ما تاكلهاش. لزقة يا جماعة، لزقة في البتاع، لزقة في الورقة، فهي مش هتاكل غير كده. بص يا جماعة، ده الشكل، شكلها جامد اوي. امال ايه الابيض ده؟ مش عارف. ملهاش اي طعم. ما انا باكل حاجه طريه ملهاش طعم يا جماعه، حرفيا هي شكلا بس ملهاش اي طعم، مش عارف، غريب يعني. دي لو حبيت ادي لها درجه ادي لها 3 من 10، ملهاش طعم خالص. سلام.